ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وساقيها، كلهم عشرة لعنوا في الخمر والعياذ بالله. وقد جاء أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فيرتفع الإيمان عن هؤلاء لحظة وقوعهم في تلك المعصية، زنا أو سرقة أو شرب خمر.